في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن 5 توقعات مستقبلية في عالم الموسيقى، وراح نبتدي الحلقة الحين. يا هلا ويا سهلا فيكم، اسمي هاشم العلوي، ومن خلال هذه القناة راح أشارككم كل المعلومات اللي تساعدكم في الحصول على أعلى جودة ممكنة من الصوت في أعمالكم الفنية المختلفة. وفي هذه الحلقة راح نتكلم عن 5 توقعات مستقبلية في عالم الموسيقى. قبل لا نبتدي الحلقة، إذا كانت هذه أول مرة تزورونا فيها القناة، لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة عشان توصل كل الفيديوهات اللي راح تساعدك في تطوير مهاراتك في الإنتاج الصوتي. التوقع الأول اللي راح نتكلم فيه اليوم هو الطفرة الكبيرة اللي راح تصير في عالم البلاجينز. أنظمة البلاجينز بشكل مختصر هي برامج مصغرة تؤدي غرض معين في برامج التسجيل أو الديجيتال أوديو ورك ستيشن. هذه البرامج ممكن تضيف لي أشياء مثل صدى الصوت أو الآلات الافتراضية أو الكمبرسر أو الإيكولايزر. كل هذه الأشياء هي برامج مصغرة تشتغل داخل برنامج التسجيل وتسمى بالبلاجينز. أتوقع بأن في المستقبل القريب راح نلاحظ طفرة كبيرة في هذه البرامج، لأن الاعتماد عليها بيكون بشكل كبير في برامج التسجيل. وأتوقع أن الجانب الأكبر من هذه البلاجينز راح يرتكز على توفير آلات التسجيل الافتراضية مثل الكمنجات والإيقاعات وآلات النفخ وغيرها. ومع الوقت راح يكون صوت هذه الآلات أقرب إلى الواقع، واحتمال كبير تتغير آلية التأليف الموسيقي عند المؤلفين بسبب سهولة استخدام هذه الأنواع من البرامج. ولكن في اعتقادي مهما تطورت هذه البرامج، ما في أي شيء راح يحل محل الآلة الحقيقية والشخص اللي يعزفها، على الأقل مو في المستقبل القريب. وننتقل الآن إلى التوقع الثاني والمتعلق أيضا بالبلاجينز، وهو الزيادة الملحوظة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في هذه البرامج. إذا حابين تعرفون أكثر عن تقنية الذكاء الاصطناعي في الموسيقى، راح أخلي كرت الحلقة اللي أتكلم فيها عن هاي الموضوع هني. اليوم في السوق العديد من البرامج اللي تستغل تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى. فعلى سبيل المثال، شركة آيزوتوب تستخدم هذه التقنية في البلاجينز اللي تساعد في عملية الميكس والماسترينج. فبرامج الآيزوتوب RX8، نيوترون وأوزون كلها تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في مطابقة أغنية واللي يسمونها Reference Track في تحديد عناصر الميكس الخاصة اللي من خلالها يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وتطبيقها على العمل اللي انت قاعد تشتغل عليه. حتى على فكرة هذه التقنية موجودة على تلفوناتكم اليوم في التطبيقات المتعلقة بالموسيقى. فبرامج مثل أبل ميوزك وأنغامي تستخدم هذه التقنية في اقتراح الموسيقى الجديدة لك بناء على الأشياء اللي انت قاعد تسمعها. الذكاء الاصطناعي في النهاية هو برنامج، وهذا البرنامج يقوم بتأدية غرض معين، بس الفرق بينه وبين البرامج الاعتيادية أنه قادر على تعليم نفسه بشكل مستمر. يعني هاي البرنامج لازم يتعلم أسلوب وطبيعة الأغاني اللي أنت تسمعها الأول عشان من خلالها يقدر يقرر شنو هي الأعمال الجديدة اللي ممكن يقترحها عليك. موضوع الماسترينج أتوقع أنه يلاقي نصيب الأسد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذه التقنية موجودة الآن في المواقع الإلكترونية اللي تقدم خدمة الماسترينج السريعة مثل موقع لاندر و AI ماسترينج، واللي شغلتها أنها تقارن الملف اللي تحمله لها بالموسيقى اللي من نفس نوع الجانرا وتطبق على ملفك أنت نفس الإيكولايزر ونفس الكمبرسر وعدد من البلاجينز الثانية المعروفة في هذه الجانرا من الموسيقى. إذا حابين أسجل حلقة متخصصة في الماسترينج، خبروني تحت في التعليقات. التوقع الثالث في عالم الموسيقى هو في المنصات الخاصة بالاستماع للموسيقى أو ميوزك ستريمينج. أتوقع أن التوجه راح يتم بشكل تام إلى هذه المنصات كمكان رئيسي لنشر الموسيقى والألبومات الغنائية، وراح يسبب هذا التدهور كبير في إنتاج ومبيعات السي دي والفاينل ريكوردز. خلنا نكون صريحين، متى آخر مرة شريت سي دي؟ التطبيقات الخاصة بالموسيقى مثل أنغامي وسبوتيفاي وأبل ميوزك وآي هارت راديو وساوند كلاود كلها راح تشوف انتشار كبير ومبيعات كثيرة في السنوات القادمة. حتى اليوم أصبح تطبيق تيك توك من أهم التطبيقات اللي تتنافس عليه شركات الإنتاج والريكورد ليبلز لتقديم الكاتالوج الخاص بها حق مستخدمينه. للأسف مشكلة أغلب هذه التطبيقات هي أن المبالغ اللي تدفعها الموسيقيين مبالغ جدا 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 قليلة. آخر إحصائية تبين أن سبوتيفاي تدفع $10 لكل 1000 مرة أحد يسمع فيها أغنيتك. حاليا هناك عدد كبير من الفنانين اللي يدافعون عن حقوقهم المالية في المحاكم مع هذه المنصات والتطبيقات، واتوقع انه يصير تغيير في مسألة المبالغ اللي تدفع للفنانين في المستقبل، ولكن هذا التغيير في اعتقادي ما راح يكون بشكل كبير. التوقع الرابع اللي راح نتكلم عنه في هذه الحلقة هو ان الحفلات الموسيقية راح تتغير بشكل كبير.
شفنا أكيد خلال الأشهر الماضية أن عدد كبير من الحفلات تم إلغائها بسبب الجائحة، والكثير من الفنانين ابتكروا طرق مختلفة للتواصل مع جمهورهم من خلال المنصات المختلفة مثل زوم، يوتيوب لايف، وفيسبوك لايف، وحتى انستغرام لايف. في اعتقادي المتواضع أتوقع أن الحفلات الموسيقية ستقدم بشكل مختلف في السنوات القادمة. وبعض الفرق الآن مثل فرقة Coldplay قالت تتكلم عن إطلاق حفلاتها الحية عن طريق الإنترنت بشكل حصري، إضافة أن هي راح تقدمها من خلال تقنية Virtual Reality اللي تحسس الشخص بأنه فعلا موجود مع الفرقة في الحفلة. الفكرة جميلة، ولكن المشكلة بأن ناس كثيرين راح تخسر وظيفتها بسبب اعتمادها على الحفلات الحية كمصدر رئيسي للدخل. فالكثير من الشركات تعتمد على إعلانات وبيع تذاكر والمبيعات المختلفة واللي يسمونها الميرتش، تيشيرت ما تيشيرت وغيرها يعني، إضافة إلى الصالات المخصصة للحفلات واللي ممكن أنها تغلق أبوابها. فالتحول لهذا النوع من الحفلات الافتراضية راح يؤثر سلبا على فئة كبيرة من الناس، ولكن في نفس الوقت راح يستفيد منه شريحة أخرى كبيرة من الناس، خاصة المختصين في مجال تقنية المعلومات ومزودين الخدمة لهذا النوع من الحفلات. من الأشياء اللي قرأت عنها في هذا الموضوع هو أن بعض الأماكن في أمريكا بدأت تقدم حفلاتها في أماكن مفتوحة وتكون فيها الفرقة الموسيقية موجودة على مسرح، والحضور يكون متواجد في سياراتهم ويسمعون الفرقة من خلال تردد معين على الراديو. شفنا هالأشياء بعد في البحرين على سالفة السينما الأوتدور سينما وهالشغلات هذه معاً. وبعض الشركات قامت تركز بشكل أكبر على تقوية البرامج اللي يقدر من خلالها الفنانين استخدامها للتعاون مع زملائهم، مثل شركة زوم اللي حالياً في طور إطلاق نسخة جديدة من البرنامج واللي تدعم بث الموسيقى بجودة عالية جداً. فخلوا عينكم على هاي النسخة لما تكون متوفرة. التوقع الخامس والأخير وهو شبه مترابط مع التوقع السابق، وهو تطوير برامج تسجيل الموسيقى عن بعد. مسألة تسجيل الموسيقى في نفس الوقت مع الشخص موجود في مكان آخر في العالم كانت مستحيلة قبل سنوات قليلة جدا، ولكن الآن أصبح هذا الأمر جدا ممكن من خلال الأنظمة المدمجة في برامج التسجيل مثل برنامج Pro Tools وخاصية Avid Cloud Collaboration، واللي تسمح لأكثر من شخص في تسجيل الآلات الموسيقية في نفس الملف اللي انت قاعد تشتغل عليه في نفس السيشن يعني، بدون أي تأخير في الصوت. وهذه الخدمة اللي تقدمها شركة Avid موجودة من فترة بسيطة، ولكن ما كانت تشتغل بالشكل المطلوب، ولكن الآن الخدمة تعمل بشكل جدا ممتاز، وأنا شخصيا جربتها ولاحظت بأن بالفعل ما تحس أن في أي ديلي أو أي تأخير في عملية التسجيل، واللي تتم كلها عن طريق خدمة الحوسبة السحابية أو الكلاود كومبيوتينج. أتوقع بأن هذا النوع من التقنيات راح يتطور أكثر خلال السنوات القادمة، وراح يزيد انتشارها على البرامج المختلفة من التسجيل مثل لوجيك وستوديو ون وغيرها من البرامج الخاصة بالتسجيل. هذه يا شباب توقعاتي للتوجه العام للموسيقى في الأعوام القادمة. وفي ختام هذه الحلقة أحب أسمع رأيكم وتوقعاتكم الشخصية تحت في التعليقات. لا تنسوا مرة ثانية الاشتراك في القناة وتشغيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أولا بأول. أتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.